السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا ميكس صيفي بمناسبة دخول فصل الصيف. الميكس ده حاجة منعشة وحاجة ريحتها مقبولة وهادية، مش من الأنواع القوية، لأن الأنواع القوية بتبقى مش محبوبة في فصل الصيف. فلو أنت عايز تعمل برفان في فصل الصيف، حاول تخليه ريحته هادية وريحته تبقى فريش، عشان تبقى قايم كده فايق ومش قرفان وحران من فصل الصيف. ان شاء الله معانا الازازه دي 50 مللي، هنعمل فيها ميكس اسمه في اي بي 212 على حاجه تانية اسمها انفيكتوس. هنجيب 10 جرام انفيكتوس، 10 جرام هننزل بهم كده في الازازه، على 5 جرام حاجه اسمها في اي بي 212. هتروح اي محل بتاع عطور وتقول له عايز ال 15 جرام دول، 10 جرام انفيكتوس اللي حطيناه و5 جرام في اي بي، وهتكمل باقي كحول وبس على كده. ميكس ريحته جميله، ريحته محبوبه وريحته مقبوله لاي حد يشمها عليك، سواء ركبت مواصلات او في الشغل، محدش هيتخنق ويتعب منها. نصيحة، يا ريت في فصل الصيف زي ما قلنا تحرص جدا ان انت تحط برفانات هادية وبرفانات منعشة